قبل ما نعطيو كلمه للبراعم اولا كنشكروا المنظمين الصايرين على هذا الدوري الدولي اللي ماشي بالساهل باش يتنظم في ظل الاكراهات اللي كاينه الملاعب وواحد مجموعه العوائق. وبالنسبه للبراعم ديالنا بطبيعه الحال الدور الاساسي الهدف الاساسي هو التكوين وتطوير المستوى ديال اللاعبين اللي الحمد لله حنا فرحانين يعني بالعمل اللي كنقوموا به. وما يمكنش نقولوا في هذا السن هذا كنجنيو الثمار، باقي قدامنا عمل طويل وعمل شاق من هذه العناصر هذه باش تكون الكلمه ديالها المستقبل ان شاء الله اللي غنشكرهم عليه، ماشي على الفوز بالرتبه الاولى، على الاخلاق والديسيبلين والانضباط اللي تحلوا به طيله البطوله، هذه الحاجه اللي غنشكرهم عليها. شكرا. Avec une équipe qui a été composée et grâce à l'association Synergie. Et on va, voilà, on va remonter avec la coupe. Voilà, tout simplement. Les gars, mettez-vous merci moi beaucoup. Je m'appuie pas. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضورنا باسم الجماعه ديال طنجه في هذا الدوري المتميز واللي كيشرف المدينه ديال طنجه اللي كتنظموا يعني الجمعيه ديالنا ديال طنجه، اولا كنقدم الشكر الجزيل للجهه المنظمه على نجاحها في تنظيم هذا الدوري اللي خلق واحد الديناميه في مدينه طنجه بحضور عدد وازن وكبير ديال الفرق من مختلف المدارس الكرويه، وهذا من شانه انه يساهم في الاحتكاك ديال يعني الفرق الوطنيه والمحليه خصوصا مدينه طنجه مع هذه المدارس باش انها تستفد من هذه المدارس المختلفه. اعتقد انه احنا في الجماعه كنعتبروا بان مثل هذه الملتقيات هي مناسبه باش انها نخلقوا واحد الصوره ونعطي واحد الصوره ايجابيه وواحد الاشعاع لمدينه طنجه، وخصوصا ان مدينه طنجه هي مدينه جذابه ومدينه تستحق مثل هذه الملتقيات كل سنه. اذا انا بالنسبه لي يمكن الا انني نشكر هذه الجهه المنظمه على هذا تنظيم مثل هذه الملتقيات، وكنتمنى لها التوفيق في قادم من السنوات من اجل انجاح مثل هذه الملتقيات. وشكرا. شكرا سيدي. شكرا. بدايه قبل كل شيء كنشكر نهضه طنجه على هذا الحفل الرياضي الممتاز، وكنشكر المساهمه في انجاح هذا البث الرياضي اللي العديد من الشباب اللي كيفتح فرص ديال العديد من الشباب بانه يجي يلعب ويبين الامكانيات والمهارات ديالو، وكنشكر بزاف فريق نهضه طنجه على التنظيم. وشكرا. شكرا. هو بكل صراحه مدينه طنجه كتعيش واحد الحدث اللي هو حدث واحد القيمه واحد الهاله اللي كيستحق هذا العوز اللي هو عوز رياضي اللي كيجسد الانتماء والترابط بين ابناء هذا الوطن الحبيب مع الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله، خير دليل بان هذا العوز اللي هو في حد ذاته كيجي في واحد ظرفيه تاريخيه اللي هي ظرفيه مهمه بالنسبه لنا كمغاربه، هو الاحتفال بالذكرى الرابعه ديال مولاي الحسن. فبكل صراحه انا كنحيي هاد الاخوان اللي كيسهروا على هاد العوز هذا، وهذه ربما النسخه الرابعه، فهاد النسخه الرابعه هي تثلج الصدر نظرا لهاد الكميه هاد الحضور الوازن على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. فاذا اصبح هذا الحدث ما بقاش حدث وطني بقد ما هو اصبح حدث عالمي اللي كيشاركوا فيه جميع الدول. فكنشوف انا حاليا بان الوجود ديال الدوله البلجيكيه، وجود ديال الدوله الانجليزيه، وجود ديال الدوله الاسبانيه، فكنظن ربما هذا واحد كيعطي القيمه من هذا الحدث هذا اللي هو حدث من نوعيه خاصه. فكنتمنوا بان مدينه طنجه ولا الحمد بعد ما حضت واحد الوسام ملكي
الانسان ديال طنجه الكبرى، فالحمد لله بان كتشق الطريق ديالها باش تحاول تبصم واحد البصمه في المجال ديال التعليمات الساميه والاهتمام المولوي على بهذه المدينه هذه. فنتمنى بان جميع المتداخلين، جميع الشخصيات وجميع الفاعلين سواء رياضيين سياسيين المجتمع المدني، فالمجتمع الرياضي كذلك بجميع الشرائح ديالو يحاول يحتضن هذا النوع ديال التظاهرات. فهذه تظاهرات اللي هي تظاهرات وازنه، تظاهرات اللي كتعطي واحد الاشعاع، اشعاع وطني، واحد الانفتاح نحو افق اللي هو افق اللي كنتمنوا باش يعطينا واحد الصوره اللي كتشرف بينا كمغاربه. فشكرا للناس اللي سهرت على هذا العرس هذا، وشكرا للجميع مرة أخرى. نتمنى إن شاء الله بحول الله لأن هذه الأعراس هذه تكثر وهذه الأنشطة هذه تكثر، لأن هذه الأنشطة هذه إلا وكتعطي إن هذا الجيل اللي هو جيل ديال المستقبل كتعطيه واحد الأفق نحو مستقبل ظاهر إن شاء الله بإذن الله. شكرا أخ عبد الدين، بارك الله.